اللابتوب حقي. صح الأم جاني هدية بس والله يفداكي. ايش هذا يا اخي؟ نفسي في ايفون. اشتريت لك هو عشان الجمال هذا كله يبان. الجوال طلع جيد بس طلع حجمه صغير، ماني قادره اتفرج على افلام. عشان تقدري تتفرجي الموفي اللي انت تبغيه. ايش الخاتم ذا؟ واو من جبته؟ سريت يا ابوي من السفره الاخيره. يلا حبيبي توصي شيء؟ الله يسعدك حبيبي، شوفك على خير. سلم لي احوالك باذن الله. يلا حبيبي. الله يزيد فضلك. نسلم عليكم وتسلم على الوالده. يعني يا اخي انت والوالده كل سنه صراحه تحرجونا وتجيبونا صحونا. هذا من محبه. الله يسلمك. بس هذه السنه طبعا غير. امي يقول اسم الرباعي والمكان وتاريخ الميلاد. خالتي معك؟ اسمك الرباعي لو سمحت وتاريخ ميلادك. ليه بسرعه. براء شعتره شعتراوي. ورقي. ايوه خذ منه البطاقه والفيزا بسرعه. لو سمحت بطاقه الاحوال والفيزا. ماهر بطاقه الفيزا. الفيزا. هذه الاحوال يا امي. الفيزا. امي لو الطبق ما رجع خلال يومين راح نسحب من الفيزا. ارفع الطبق. ايوه بس قول تشيي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 
وحب فين ظلموني. بالنسبة انت من يوم ما جلسنا زعلان جالس على الجوال ما في شيء. كيف ما في شيء؟ ما تدل بوز الجوال توصل للجدار. ايش بقى شيء يا عبد الله؟ خلاص في شويه مشاكل كده ما ابغى ادري ايش راسك فيها. اوه اللي بيننا اكبر من كده. انا اخوك يعني لو ما وقفت معاك ما حد حيوقف معاك. اخويا يا اخي. ايش هو اخوك؟ فقع شويه جيراننا ويبغوا مننا تعويض 25000. سيارتك اذا ما دفعت اقساطها 30000 راح تنسحب ولا غير كذا. ابويا ديونه 100000. القرض اللي اخذته في زواجي لحد الحين ما خلص. لحد الحين ما خلص باقي 100000. وما خسرت حارتنا والبقاله وراح المطعم يبغوا مني كلهم 10000 ريال. زواج خالد صاحبي قرض وهو اعطاني 50 في زواج. يعني انا لازم ادي 50 وغير كذا تكمل الدراسه زوجتي وتكمل الدراسه دي ب 180000. اه وبس يا هلا. ايش بك؟ كفيلي مات واولاده مره مبهدلين. زي ما انت عارف انا ولد بلد ماني حمل البهدله اللي هم جالسين يبهدلوني هي. تعمي عوافي ترى وكمان اذا على كذا هنقول كفالتك علي. وبعد نقل الكفاله. السلام عليكم. الله يديك العافيه حبيبي. وانت ماشي بس بالله ابغاك تغير لي اللمبوبه. ابشر. الله يعطيك الف عافيه. بس بالله نزل الزباله ارميها في الشارع قبل ما تجيب الشاحن. ماشي ابشر. السلام عليكم. لو سمحت ابغى ابلغ على هروب عامل. اوه شاترة. اوه ماهر بالله اقفل الباب معك وانت خارج. يا ابو ناصر الحقني.
ايش بك غير؟ ايش صار؟ صحباتي جايين ولحد دحين ما سويت اي حاجة. لا تشيلين هم. ليش؟ ليش ما اشيل هم؟ انت مو تبي حاجة حلوة وطرية؟ ايوة هذا المطلوب. خلاص الحل عندي، سنافر السلام. سنافر السلام؟ ايوة سنافر السلام، سنفري حياتك.